الخطوة التالية بعد شراء ترخيص يونيت سبليت هي شراء عقد يونيت سبليت. في دليل الإرشاد هذا سنوضح لك كيفية شراء عقد يونيت سبليت باستخدام ألتيما. قم بتسجيل الدخول إلى موقع ديفيو. ستفتح لوحة التحكم يونيت سبليت بشكل تلقائي. يمكنك التبديل بين لوحات التحكم من خلال النخر على الأزرار المقابلة في الزاوية اليمنى أسفل رابط الإحالة. من خلال تمرير الصفحة لأسفل سترى قائمة بالمنتجات المتاحة للشراء. لشراء عقد سبليت انتقل إلى علامة التبويب يونيت سبليت كونتراكتس. اختر العقد المناسب لك وانقر على زر بيرتشيس شراء. بعدها ستفتح نافذة حيث يطلب منك تحديد طريقة الدفع. اختر ألتيما ووافق على الشروط عن طريق تحديد المربع ثم انقر على زر بيرتشيس شراء. كل هذا بسيط للغاية الآن. ستشير النافذة التي تفتح إلى المبلغ في ألتيما وعنوان المحفظة التي تريد تحويل المبلغ المشار إليها. سيكون العنوان متاحاً أيضاً على شكل QR كود لإرسال المعاملة من تطبيق الهاتف المحمول. للدفع أرسل المبلغ المطلوب إلى المحفظة المشار إليها. يرجى إرسال المبلغ المحدد بالضبط الذي تراه على الشاشة. انتظر إشعار الدفع. تهانين، انتهى الأمر. لقد اشتريت عقد سبليت. بعد شراء العقد سترى أن القيمة الموجودة في أداة Split License Usage في لوحة التحكم الخاصة بك قد تغيرت. يمكنك الاطلاع على تفاصيل العقد بعد شرائه في قسم My Contracts. لا تتردد في التواصل مع خدمة الدعم إذا كان لديك أي استفسار. نتمنى لك النجاح في عملك. شكرا لك لاهتمامك. مع السلامة. نراك فيما بعد.